خلق الإنسان في كبد، حقيقة إنسانية قابلة للتطبيق في كل بلدان الدنيا. بني آدم حياته من الممكن أن تكون جنة على الأرض، إنما ما بين أوجاع وأوجاع هناك اختلاف، مش بس في التفاصيل ولكن في الكم. هل صحيح أنه العقاد يرى أنه ناموس الحياة بيطبق بشكل منطقي في كل الدنيا، إنما يجي عند الحدود المصرية ويختلف هذا الناموس؟ هل صحيح أنه أوجاعنا تفوق وتزيد عن أوجاع الآخرين؟ هل صحيح أنه أوجاعنا لها سمات خاصة من الممكن رصدها بشكل متفرد عن أوجاع الآخرين؟ يمكن دي مقدمة لكتابين صدرا في نفس التوقيت، واحد بيتكلم بصيغة المفرد وجع المصريين، وكتاب آخر بيتكلم بصيغة الجمع أوجاع مصري. إحنا جرالنا إيه؟ عبارة أصبحنا نرددها ونحن نتساءل ماذا أصاب المصريين ليبدو على هذا الحال من العبوس والهم والغم؟ ويبدو أن التفسير الوحيد لذلك هو ما يعانيه المصريين من أوجاع بسبب ما يرونه من تدني للأوضاع المادية والسياسية والأخلاقية في مصر، والأوجاع كثيرة. ارتفاع الأسعار طبعا أثر في الشارع المصري كله، مش فينا لوحدي، وكمان برضو يعني ما حصلش توازن بين زيادة الأجور وزيادة الأسعار. يعني أنا دلوقتي عندي 26 سنة مش عارف أتجوز، ليه الحديد بكام دلوقتي؟ الحديد ب7000 جنيه. البنزين غلي والسولر غلي، أنا كموظف مش عارف أكفي منين لفين. كان الجنيه المصري بيقابل 3 دولار أو 4 دولار، ومارك ألماني 2 مارك أو 3 مارك. عايز أسأل سؤال بقى، إيه اللي خلى الجنيه يتدنى لهذا المستوى؟ العيش، يعني عشان تقدري تجيبي عيش تاكليه تدفعي فلوس كتير. عشان ندخل عيالنا المدارس لازم يعني ابن الغني يدخل ابن الفقير ما يدخلش. تتخاني انت واحد غني، الغني ياخد حقه، انت تضيعي تحت رجلين. صعوبة المناهج، وصعوبة المناهج دي جاية من الناس الكبيرة، المفروض ان هو ما يصعبش على الطالب الصغير. الشغل، ما فيش شغل في البلد، لا الشارع بيتنظف، وبندفع الزبالة للمتعهد اللي هو 3 جنيه وبندفع 5 جنيه، فالشارع مش عارف بيئن والمواطن بيئن من كل ناحية. بعض تلك الأوجاع قد يوجد لها دواء، ولكن في بعض الأحيان كل ما يستطيع المواطن عمله هو أن يترك أمره لله. المفروض ان يعني يكون في تحسين للخدمات أكتر من كده، ويكون في زيادة للأجور، يعني بس ان هي تغطي ارتفاع الاسعار اللي موجود حاليا. لازم نصلح انفسنا، يعني لازم الناس الكبيره اللي هي مش حاسه بينا لازم تنزل في وسطينا وتشوف الناس عايشه ازاي. يعني كل تنزل تشوف الناس، اعضاء الشعب المنتخبين اللي احنا قالوا علينا احنا انتخبناهم، في ناس انتخبناهم وفي ناس ما انتخبناهمش، ينزلوا يشوفوا المشاكل اللي نزلت الناس دي، ربنا يحلها من عنده. الشعب ملوش الا ربنا بعد كده. ان لم يتكلم المريض فحاله يشكي عما به، واوجاع المصريين ظاهره على وجوههم، وهو ما جعل الدكتور سعيد اللويندي والدكتور خليل فاضل يرصدونها في كتابين، أحدهما بعنوان أوجاع المصريين والآخر بعنوان وجع المصريين. فهل يصلح الكتابان ما أفسده الدهر من أحوال المصريين؟ سلمى سالم، العشرة مساء. دكتور سعيد اللويندي، خبير العلاقات السياسية بجريدة الأهرام، أهلا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا. دكتور خليل فاضل، استشاري الطب النفسي، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أنتم متفقين مع بعض ولا بتتوجعوا من زمان في دكة واحدة ولا إيه؟ الكتابين صدرة يعني في توازي غريب جدا. لا، بنتوجع من زمان على دكة واحدة وحضرتك معنا كمان. لا يعني في أي نوع من التنسيق؟ لا، إحنا تعرفنا على بعض امبارح بالأمس فقط. التقينا وكان الحديث استمرار الأوجاع أخرى، وكأنه كل منا يعد الكتاب الجديد في سلسلة هذه الأوجاع. يعني كانت مصادفة أن الكتابين يطلعوا في نفس الوقت بعنوان فيه قدر كبير من التشابه. نعم. صدفة بحتة. طيب دكتور سعيد اللويندي، إيه اللي خلاك تكتب كتاب أو تألف كتاب بهذا العنوان؟ الحقيقة إحنا مش هنعمل مناقشة للكتابين، إحنا هنتكلم عن الفكرة العامة. في البعض بيعتقد إن أنتوا باللي بتكتبوه ده وإحنا باللي بنعرضه ده
بنضيف لأوجاع الناس وهمومهم. لماذا اقتحمت؟ أنا أعتقد أنه هذا اتهام في غير محله على الإطلاق. نحن الكاتب دوره هو أن ينتشق قلمه وأن يسلط الأضواء على أشياء كثيرة مظلمة، حجرات مظلمة في حياتنا، فضلا عن أنه الدور أيضا دور تنويري، دور عندما يتم التشخيص بشكل صحيح 50% من العلاج يأتي من التشخيص الصحيح، ثم نحاول أن نتحدث معا فيما يتعلق بتجنب هذا الداء أو اكتلاب هذا الدواء. أعتقد أنه الأوجاع كثيرة، يعني حتى في الأمثلة البلدي يقول إذا أحدهم قال آه فالتاني اللي بجواره يقوله كانت على بالي، يعني لو أنت قلت سكتت لحظة واحدة كنت هقول آه. التوهات كثيرة إذا ما جلسنا، يعني صديقنا العزيز الدكتور مرسي أستاذ الفولكلور الشعبي كان يقول ما اجتمع مصريان إلا وكانت مصر ثالثتهما، ومصر هنا هي الوجع، الوجع الحقيقي. قداسة البابا شنودة كان يقول مصر وطن يعيش فينا وليس وطنا نعيش فيه. نحن نحمل هذه الهموم في كل الأماكن، لذلك الأوجاع تكاد تكون متشابهة. كل ما يحدث نراه في بلاد الدنيا يحل وفي بلادنا يزداد تعقيدا. عباس العقاد زي ما حضرتك قلت في البداية كان يقول انه مثلا قانون القوانين الطبيعية، قانون الطفو، قانون الجاذبية الأرضية، مجموع زوايا المثلث 180 درجة في بلاد الدنيا، في سيبيريا، في جنوب إفريقيا، في فرنسا إلى آخره. عندما تأتي الحدود المصرية نجد قانون الطفو تعطل، الجاذبية قد تكون في الجدار أو في السماء وليست في الأرض، مجموع زوايا المثلث قد تكون 60 درجة. يعني هذا التشخيص قاله عباس العقاد الذي رحل عن دنيانا سنة 64. لو عدنا للإمام محمد عبد الذي رحل عن دنيانا 1905 سنجد أن القضايا التي نعانيها اليوم ونعانيها بقسوة ونحملها على كهولنا قد حلها الرجل أو على الأقل شارك فيها بحلول كثيرة، ولا نزال نغط في سبات نوم. يعني حضرتك توصيفك لوجع المصريين أو على الأقل تأصيلك لهذا الوجع بيمتد لسنوات طويلة ماضية، يعني ما بتقولش ان هو ظاهرة فقط حديثة جدا، لا، لكن تراكمها اصبح يثقل الكاهلين. اصبحنا كلنا قبل 30 عاما او 40 عاما كنا نسير على الاقدام، اليوم نسير جميعا زحفا، الكل يزحف. اخشى ان في المرات القادمة حتى لا نستطيع حتى الزحف من كثرة ما تنوء به كواهلنا من اعباء ثقيلة للغاية. الشعوب الاخرى تعاني ما نعاني، لكن على الاقل لديها بارقة أمل. هنا تكالب علينا الكثيرون، تآمر علينا عدد من المسؤولين، قضوا حتى على فكرة الابتسامة. التقرير كان يتحدث عن لماذا بهتت الابتسامة، لماذا اختفت، لماذا ضاعت. النكتة لم تعد موجودة على الإطلاق. أحزان، اكترار أحزان، كل شخص يلتقي بالآخر يتحدث، ليس فقط مسألة الغلاء، مسألة أبعد من الغلاء. نعم. إذا دخلنا حضرتك، أنا هاخد ما اسمح لي من الجزء الأخير من حديثك، إنه ما الناس في الدنيا كلها بتتوجع دكتور خليل، يعني كاذب من يزعم إنه في دول خالية من الهموم أو شعوب بلا هموم. هل عندك نوع من الخصوصية للهموم المصرية؟ نعم، أنا الحقيقة عشت في خارج مصر 25 سنة، ولما عدت بعد 4 سنوات بدأت أكتب هذا الكتاب، وكان الحقيقة كنت بفكر أنه هو أوجاع، ولكن أحد مرضاي قال لي هم كلهم ملخبطين في بعض ومتعشقين في الشخصية المصرية واسمهم وجع، هو وجع واحد لأنه نابع مننا وممزوج فينا. فما لا يمكن أن أسمي اضطرابات أو آلام أو عذابات الإنجليزي أوجاع أو وجع، لكن المصري يتوجع لأنه مهموم ولأنه عايش في ظل نظام يعني زي الجبنة السويسري، من برة ملصمة ومن جوة مخرمة.